رد قوي من الرئيس تبون على شخص قال له تحيا سيدي الرئيس. تحيا الجزائر. وأنا حريص أشد الحرص على تهيئة كل الأسباب والظروف لتحسين مناخ الأعمال والرفع. تحيا الجزائر. تحسين مناخ الأعمال والرفع من مردودية المؤسسات الوطنية عمومية كانت أو خاصة. زي ما انتو شفتوا انه شخص قال له تحيا الرئيس سيدي الرئيس، رد عليه فورا عليه وقال له تحيا الجزائر وليس تحيا الرئيس. ما رأيكم اخواني واخواتي برد الرئيس تبون؟ انتظركم تعليقاتكم تحت الفيديو. تحيا الجزائر.